الأحجار التي يلتقطها رائد كونت في الماضي جدارا في منزله، انقض بسبب منزل ملاصق له تحول ركاما. أسرة رائد المكونة من 8 أفراد تسكن هذا البيت القديم، لا يختلف حاله عن حال العديد من البيوت القديمة في حي الحارة بمدينة المكلا. منازل صارت عرضة للسقوط في أي لحظة على رؤوس ساكنها. هذا البيت تضرر، خرجوا أهله منه ما يقارب يعني عامات كثيرة وهو مهجور. ولهذا المدة أمس يمكن الساعة 4 الفجر سقط البيت والحق أضرار في البيت، في بيتنا والدخاخين إلى الداخل، وفجع الأسرة بسبب أنه تم هجره من زمان، خرجوا أهله وخلوا البيت مهجور. هذه المنازل يصل عمر بعضها إلى قرن من الزمن دون أن تشهد عمليات ترميم. بحسب لجنة الحصر فقد تعرض 50 منزلا للسقوط والإسقاط خلال هذا العام، وثمة 50 غيرها أصبح صمودها غير مأمون، ما يهدد بكارثة محتملة لساكنها أو لمن يمر على مقربة منها. حاليا كأن احنا في جزيرة مهدمة، سقوط البيوت الساقط يوميا، كل ما جاءت أمطار بعد الأمطار تبدأ تحف حق الشمس اللي تساقط بيوت ورا بيوت. طبعا أيضا نؤكد أن هذه البيوت أغلبها موجود فيها سكان ولا يستطيعون أن يغادروها، هذه بيوت فيها سكان جالسين لأنه إيجاراتها ضعيفة، إيجاراتها قديمة من حق أول. لا تتميز البيوت القديمة سوى بأسعار سكنها المنخفض المتناسب مع الدخل المادي لمن يسكنها، غير ذلك فهي مجرد أحجار وطين أنهكتها عوامل التعرية على مر السنين، وتبقى بانتظار أي إنقاذ حكومي أو مجتمعي قبل أن تنهد على من في داخلها وتتحول إلى أطلال. معتز النقيب، يمن شباب، المكلا.